بدنا نرجع هلا لموضوع مقابلات العمل، شو هي التحضيرات الأهم بالنسبة لأي شخص رايح يقدم على مقابلة عمل بالنسبة إليك؟ صح. بون، بالنسبة لهذا السؤال هو عبارة عن سؤال كبير، مي بون. دونك أنا بالنسبة لي أي إنسان حاب يبدأ ولا حاب يروح لمقابلة عمل يحضر نفسه من عدة جوانب. كما كنت حكيت فريكي على الالتزام، ماذا بينا ثاني شاك بوت في حياتنا نديرو فيه الالتزام. دونك يريد أن الإنسان يحضر نفسه من الناحية النفسية، داكوغ، هذه الحاجة الأولى، من الناحية الفكرية، ومن ناحية على المهارات. دونك بالنسبه للناحيه النفسيه، انه بيان شو اي انسان راه مقبل على هذه الخطوه، هي حاجه خارج منطقه الراحه تاعك، يعني حاجه جديده عليك ما تعرفهاش. دونك هنايا اذا كانت عندك مثلا توتر ولا قلق ولا خوف، هذا شيء طبيعي. دونك حنا كيفاش نقدروا نحسنوا من هذا الشيء ولا ما نخليوهش يسيطر علينا؟ معي جاغ الانسان يستعمل هكا ديزيكزارسيس، اوكي، يعني يستعمل بعض التطبيقات، يعني مثل ما كنا حكينا على ريكي راح يعاوننا، انا حنحكي على جزئيه صغيره منه اللي هي تمارين التنفس العميق. دونك يقدر اي انسان قبل ما يروح يدير تاعو انتي اكزيرسيس هكا الصباح. دونك هذا الشيء راح يخليه يكون يعني في حاله نفسيه مليحه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حكيت على المايند سيت ولا الحاله الفكريه اللي يليق انه الانسان يجهز نفسه عليها، هي انه حبيت نحكي على لو بوين تاع عدم رفع التوقعات. صح، باسكو بزاف فينا لما نعود رايحين نروحوا هكا موتيفي ونقولوا بلي هذا البوست يلزم نديه، مي بارفوا نطيحوا في حاجه سميوها خيبات الامل. يعني اذا رحت انت جوغ ما عاملوكش بيان ولا ما قدرتش تدي هذيك لوبورتونيتي، دونك هنا نخافوا عليك انه ما راحش تقدر تستقبل فرصه واحده اخرى، ولا تبقى لك كيما نقولوا كصدمه راح تعيشها في حياتك. دونك حنا دائما واش نقولوا، انه من الناحيه الفكريه انه هذه الفرصه انا نخدم عليها نجتهد عليها، مي اذا ما جاتش ليست نهايه الدنيا. صح، دونك هذا دوزيام بوان. ثالثاً بوان هي سكيل سيت اللي هي المهارات. ما شاء الله عليكم كنتو حكيتوا ديجا السي في تاعك لازم يكون بيان، المهارات دونك على حساب الوظيفه اللي انت راح تقدم ليها. دونك يليق ثانيك تحضر روحك من حيث المهارات، وهذا الشيء يعني ما شاء الله راه متداول، يعني ماشي هو حديثنا اليوم، لانه بزاف ناس تعرف ديجا هذا لو بوان ويليق عليك انك نتايا تهتم بهذا لو بوان. دونك يعني هذا هما يعني بشكل عام. فوالا تماما. هلا بنشوف كثير حالات من الناس بتقول انه انا عندي كل الكفاءات، عندي كل الشهادات وشهادات الخبره، بس ما قبلت بالوظيفه. فهذه الحاله بتصير اكيد، في عالم بتكون كفؤه لهذا الموقف الوظيفي. شو هي الاسباب اللي بتخلي انه ما ينقبلوا بهي الوظيفه او بهذا المكان؟ صح، وي هي صح، سيغي كنشوفوا حالات مثل هذا ونقول لك بلي انا راني مجهز نفسيا، عندي الكفاءه العاليه، المهاره العاليه، صح ما ديتش هذيك لوبورتونيتي ولا ما ديتش هذاك البوست. هنا بيان شو راح يكون عندها اسباب. انا حبيت نحكي على بعض العوامل اللي يمكن تكون عوامل داخليه اكثر شيء، باسكو لما نحكيو على سكيلز ولا انسان تكون عنده المهاره، هذا هو شيء خارجي، داكور، من داخل قدر هذاك الانسان ما يكونش عنده حاجه سميوها الاستحقاق. اوكي، استحقاق يعني استحقاق. يكون عنده انخفاض في الاستحقاق، يعني يشوف نفسه باللي لا يستحق هذيك الفرصه. هذا الشيء داخل قدر يستعرض به قدر ما يستعرضش به. صح، دونك هنايا اذا كان الاستحقاق تاعك ضعيف، دونك هنا قادر لوبورتونيتي هذيك تروح من يدك. ثاني لو دوزيام بوان اللي بغيت نحكي عليه اليوم، اللي هي يا دي جون اللي يروحوا بحاجه سميوها طاقه الاحتياج. واش معناتها طاقه الاحتياج؟ لما انا باغ اكزومبل نروح لهذيك المقابله وكانه نحس باللي صاحب العمل هو اللي بيدو الارزاق، داكوغ، وهنا هذه الانرجي ماشي مليحه، تخلي هذاك الانسان يستشعرها وتخلي ثاني لوبورتونيتي تروح منك. دونك قبل ما تروح المقابله خلي عندك طاقه استحقاق عاليه، انه انا اي ديزيرف ذيس اوبورتونيتي، يعني استحق هذه الفرصه. وفي نفس الوقت ماشي نعتبر باللي هذاك الانسان هو شغل صاحب الارزاق، لا لا، الارزاق هي بيد الرحمن، هو عباره عن سبب، وانا ثاني راني نتا في المسار تاعي.